أعزائي المشاهدين أينما كنتم، عساك الكرة، عساك المستديرة، اليوم نتحدث عن أسطورة قادمة، عاشق الريو، عاشق التانجو الأرجنتيني، وهذا عاشق الملعوب مارادونا. نقدم لكم عبد الرحمن نوري، الموهبة الريفية الصنهالية، الرقم 10 والسن 10 على 10 يا معلم. يسرى ذهبية هذا اللاعب، هذا المهاري، فكرني بالأسطورة والنجم العالمي ليو. اتحرك، شوف شوف شوف، هوب 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 هوب. هذا اللاعب خشيم، هذا الخطر، هذا التسونامي، هذا الفيتنامي الخارق للعادة، هوب 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 هوب. سحر يا حبيبي بمعنى الكلمة. شوف كيفاش يتحرك، كان في كرنفال، كان في فيستيفال، مش ممكن مش معقول. هذا السحر، القنبلة النووية النورية. يا متابعي الكورة، يا أنشيلوتي، يا زيدان، يا أليجري، يا يوهان كروف، يا فان باستن، هذا خير عادي. شوفوا لي واحد يلعب بهذه الطريقة، ولا واحد يلعب بهذه الطريقة من غير ميسي الأرجنتيني. يمشي يتحرك، الروح والقلب لهذه الموهبة 10 على 10 يا عيني.